بسم الله الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع إلى كتاب ليغي كومبخوندغ. طبعا كنا قد انتهينا مع هاد العنوان لفادو ليطي، طبعا انتهينا مع النص. إذن في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى عنوانا جديدا كما نلاحظون عندنا لا كوي دي شامبينيون جميع الفطر. طبعا نتكلم عن نوع من النباتات يستهلك، طبعا يمكن أن نستعمل منها جزءا لكن علينا أن نحذر الجزء الآخر منها الذي يكون ساما. إذا لا كوي دي شامبينيون، إذا نتكلم عن جميع الفطر أو جميع الفطر، إذا نتكلم عن نوع من الفطريات، نوع من النباتات تسمى الفطر. طبعا لا كوي هذه عندها علاقة بلو فيرب كوييغ فعل جنى. إذا نتكلم عن اقتطاف أو نتكلم عن جني نباتات. إذا هنا طبعا نتكلم عن جني هذه النوعية من النباتات التي تسمى دي شامبينيون. طبعا عندنا هنا بعض الكلمات كما نلاحظ، عندنا أولا لكيت، إذا نتكلم عن الجني كما قلنا بأن عندها علاقة بفعل كيغ فعل جنى. هنا عندنا لي شامبينيون، إذا نتكلم عن الفطريات لي شامبينيون. ثم عندنا هنا جو تيمان، طبعا ذكرنا فيما سبق لو فيرب امني، هذا لو فيرب امني. اذا جو تيمان انا اخذك، كما نقول انا ساخذك الى مكان معين. جو تيمان انا ساخذك. ثم عندنا هنا لو فيرب شيرشي، ثم عندنا لو فيرب شيرشي طبعا هذا فعل بحث او بحث عن، ومن مثلا كلمه لي شيرشور الباحثين او الباحثون. احيانا نتكلم عن لي غوشيرش البحوث مثلا او الابحاث. اذا هنا عندنا ايضا لي باني، اذا نتكلم عن جمع سله لي باني، جمع قفه او جمع سله لي باني. ثم عندنا نو دو زامي، طبعا عندنا هاد نو ما عندناش نو الاخرى. إذا عندنا هنا نو نتكلم عن أشياء تعود لنا، أو كما عندنا هنا نتكلم عن أشخاص يعودون لنا. إذا نو دو زامي، إذا نتكلم عن صديقين الاثنان. نو دو زامي إذا صديقين الاثنان دو. كان ممكن نقول مثلا نو زامي أصدقاؤنا. هنا لا نتحدث عن الضمير التي تجي بعد منه فعل، نقول مثلا نو شيرشون، نقول مثلا نو مانجون، نقول مثلا نو بارلون. نحن نتحدث هنا في هذه الحالة نتحدث عن نو الأخرى. هنا طبعا هاد نو اللي عندنا هنا راه ما عندهاش واحد إي هنا. إذا هاد نو تعني أشياء ما تعود لنا أو أشخاص ما كما عندنا هنا يعودون لنا، هاد جوج الأصدقاء ديالنا. ثم سا سون بون. طبعا هنا عندنا لو فيرب سونتيغ، هذا فعل شمة. تحدثنا عن فعل شمة، احيانا نتحدث عن فيرب سونتيغ كما نقول احس بي شيء ما. اذا هنا سواء تعلق الامر بالاحساس او تعلق الامر بالشم، هنا نتحدث عن شيء ما نقول عنه سا سون بون، يعني انه يشم جميلا كما نقول بان مذاقه يبدو جميلا. اذا نقول سا سون بون، بحال تنشم واحد الريحه ديال واحد الطعام ويبدو شهيا من خلال رائحته. سا سون بون، اذا يشم جميلا كما نقول. ثم عندنا هنا اكارتي، طبعا عندنا هنا لو فيرب اكارتي انك تبعد شيئا كما غنشوفوا بعد. اكارتي لي فوي، تبعد الاوراق بعض النباتات حتى تتمكن من جني الفطريات. ثم عندنا هنا ان سيربون، نتكلم عن حيه. ثم عندنا هنا ني با بور، هنا راه عندنا هنا لو فيرب افواغ، ولكن في الامر نقول اي ايون، كما نقول فليكن عندنا ايون، فليكن عندكم اي. هنا طبعا عندنا لا نيغاسيون، عندنا النفي هنا. ني با بور، كان ممكن نقول مثلا اي بور، فليكن عندك خوف، عليك أن تخاف. تنستعمل أفواغ بعد اسم، هنا ني با بور. إذا استعملنا أفواغ في الإمبيراتيف
إذن فليكن عندك، طبعا في لانيغاسيون المقصود بها فلا يكون عندك، عليك ألا يكون عندك، بيغ خوف، إذن فلا يكون عندك خوف، المقصود هنا عليك ألا تخاف، عليك أن تكون شجاع، ني با بيغ، ني با بيغ. ثم عندنا كوراجو، شجاع، كوراجو، طبعا في مؤنث نقول كوراجوز، كوراجوز، شجاع، هنا عندنا كوراجو، شجاع، كوراجو، شجاع، توتو مارشون. المقصود هذا الكلام كما نقول أثناء المشي. توتو مارشون جي أبيرسو ألو، يعني وأنا أسير وأنا أثناء المشي فإذا بي ألمح ذئبا مثلا، إذا جي أبيرسو ألو، ألو. كان ممكن نقول مثلا توتو مارشون، توتو مارشون بنفس الطريقة إلى أبيرسو، إلى أبيرسو أن رونار، كما نقول هنا وهو في كامل مشيه إلى أبيرسو، إلى أبيرسو أن رونار، إذن هو لمح ثعلبا. على كل حال توتو مارشون. ثم عندنا أنسي، أنسي كما نقول هكذا، أنسي هكذا. نبخنو التكست، عندنا هنا ديديي إي فوني باسي لو سامدي إي لو ديمونش أ لا كومبان، إذن ديديي إي فوني أنه أتى، طبعا تنعرفو بأن لو فيغ فونيغ فعل جاء، الطبيعة ديالو في المعنى ديالو أنه تعني فلان جاء أو القطار أتى، لو فيغ فونيغ، طبعا في الباسي كومبوزي أكيد أنه غيتصرف مع إتر، لأن المفهوم ديالو، المعنى ديالو أنه هكذا، فلان جاء، إذا جاء بنفسه، إذا نتكلم عن فعل يصرف مع إتر، إتر هنا غيكون في البريزون، ثم غناخدو لو بارتيسيباسي الخاص بفعل فونيغ، اللي هو فوني، إذا ديديي إي فوني، عندنا هنا لو باسي كومبوزي دي فيرب فونيغ، ديديي إي فوني باسي لو ساندي إي لو ديمونش أ لا كومبان، إذا ديديي أنه أتى أو جاء باسي ليمضي لو ساندي إلو ديمونش يوم السبت ويوم الأحد على كومبان. في البداية هنا عندنا ديدي أنه أتى، أنه جاء باسي، جا باش يدوز لو ساندي إلو ديمونش يوم السبت ويوم الأحد على كومبان، غيدوزها في العربية. شي سون كوزا روبير عند ابن عمه أو ابن خاله، ابن عمته أو ابن خالته روبير الذي يسمى روبير، إذا هو أتى عند روبير، روبير شكون يكون؟ سي سون كوزان. طبعا في المؤنث نقول كوزين، كوزين يعني ابنة العمة، ابنة العم، ابنة الخالة، ابنة الخال، إذا هو أتى عند ابن عمه. لو ساندي هو يوم السبت إلى بلي، إلى بلي، طبعا نتكلم على لابلوي، لابلوي يعني المطر، هنا نتحدث على لو فيرب بلوفوار يعني فعل أمطر. عندما نقول إلى بلي كما نقول بأنها أمطرت، إذا نتكلم على الجو أنه أمطر، إلى بلي، طبعا هنا عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل بلوفوار كما تلاحظوا مسبوق باش، مسبوق لوكسيليير أفوار، إلى بلي، إذا أمطرت. سومات وفي هذا الصباح لو سولاي بغي دو نوفو دون سيال بلو، إذا الشمس بغي أنها تلمع، المقصود بأنها تظهر دو نوفو مجددا كما نقول هنا من جديد، دو نوفو. الشمس كانت مختفية خلف الغمام عندما كان المطر يهطل، عندما كان المطر ينزل فإذا بها تبدو مرة أخرى وتلمع، لو سولاي بغي الشمس تلمع. طبعا هنا عندنا لو بغي كونجيغي أو بريزون مصرف البريزون، لو سولاي بغي الشمس تلمع دو نوفو من جديد، دو نوفو من جديد، دون لو سيل بلو في السماء الزرقاء. إذن يوم السبت نزل المطر سوماته وفي هذا الصباح لو سولاي بغي دو نوفو دون لو سيل بلو، إذا الشمس أنها تلمع من جديد في السماء الزرقاء. في هذه اللحظة روبير سي ريفيي دو بونوغ، روبير سي ريفيي دو بونوغ، إذا روبير أنه استيقظ، سي ريفيي، عندنا هنا لو فيرب سو ريفيي فعل استيقظ، وبالتالي تنحصلوا على لو باسي كومبوزي الخاص بفعل سو ريفيي. طبعا كما ذكرنا فيما سبق بأن هذه النوعية من الأفعال التي تسمى لو فيرب برونومينو اللي عندها سو، طبعا أن في الباسي كومبوزي، في البلوس كو بارفي، في لو فوتور انتيريور، في جميع الأزمنة المركبة تصرف مع إتر، فقط الفارق بين هذه الأزمنة اللي ذكرنا مثلا، وهناك أزمنة أخرى طبعا مركبة، أن هاد لوكسيليير هو اللي تتغير في الزمن، وبالتالي هاد الصرف ديال الفعل ككل، مثلا هنا عندنا لو فيرب سو ريفيي
صار ديال الفعل تتغير تولي زمن اخر. اذا عندنا هنا روبير سي ريفيي دو بونور، اذا روبير انه استيقظ دو بونور باكرا. ذكرنا فيما سبق ان كلمه بونور تعني باكرا. الى بيل ديدي، اذا هو ينادي على ديدي الذي لا زال نائما. الى بيل، اذا هنا عندنا الفيرب ابلي، لو فيرب ابلي اي كونجيغي او بريزون. الى بيل ديدي، اذا هو ينادي على ديدي. دوبو ديدي، دوبو ديدي، انهاضي ديدي، استيقظ. طبعا في الامر عندما نخاطب شخصا هاد سو نتكلم على لو فيرب سو ريفيي، هذيك سو تتصبح توا. نقول مثلا ليف توا، ليف توا، انهض. في هاد الحالات نتكلموا على لو فيرب سو ليفي، صرف لامبيراتيف، حتى هو مصرف لامبيراتيف. اذا طبعا هاد لو فيرب سو ليفي كما تنشوفوا عندو سو، سو ليفي كما نقول بانه انهض نفسه، يعني انه نهض. اذا في الامر نقول ليف توا، انهض انت، انهض بنفسك. اذا هنا عندنا ريفي توا كما نقول ايقظ نفسك، ايقظ نفسك. ثم عندنا جو تيمين دو لي بوا بور شيرشي دي شامبينيون، انا ساخذك الى الغابه. جو تيمين دو لي بوا، انا ساخذك الى الغابه. طبعا ذكرنا فيما سبق بان كلمه بوا تعني الخشب وتعني الغابه، لكن طبعا ليست بالغابه الكبيره كما ذكرنا. نتحدث هنا عن غابة ليست بالمساحة، ليست بمساحة الغابة الكبيرة المعروفة. عندما نتكلم عن لافوغي، لافوغي، إذا هنا نتحدث عن غابة ذات مساحة كبيرة. إذا هنا جوتيمين، أنا آخذك دون لي بوا إلى الغابة بوغ شيرشي دي شامبينيون، للبحث أو من أجل البحث دي شامبينيون، عن فطريات. مي تي غروس شوسيغ إي أن تخيكو دو لان. مي، حنا عندنا الأمر ولكن اش من فعل هنا؟ سي لو فيرب ميتر، لو فيرب ميتر. إذا هنا عندنا فعل وضع، إذا هنا يأمره. إذا لو فيرب ميتر كونجيكي الامبيراتيف، الامبيراتيف. إذا عندنا فعل ميتر أنه مصرف الامبيراتيف، مصرف الأمر. إذا يقول له مي، ضع. ومن ضع؟ يعني البس. تي غروس شوسيغ، ضع حذاءك الضخم. إذن البس حذاءك الضخم، كما لو يقول له هنا ضع أحذيتك الضخمة، ضع أحذيتك الضخمة. طبعا تتكلم على المثنى والجمع أنه بحال بحال، في اللغة الفرنسية بحال بحال، يعني ملي تتكلموا على المثنى راه بحال تتكلموا على الجمع. إذن هنا تتكلموا على جوج ديال الأحذية، تتكلموا على زوج حذاء. إذن نقول هنا تي شوسيغ، أو بيان كما عندنا هنا تي غروس شوسيغ، مي تي غروس شوسيغ، ضع حذائك الضخمين. المقصود هنا ضع زوج حذائك الضخم، اي ان تريكو دو لان. ثم ضع لباسا من الصوف، اي ان تريكو دو لان، يعني لبس عاوتاني تريكو من الصوف. جو في شيرشي دي باني، جو في شيرشي دي باني، انا سأبحث عن سلال. كما تنشوفون راه عندنا لو فيرب الي جنب بعد منو لو فيرب شيرشي، جو في شيرشي، انا سأبحث. اذا واضح بان لو فيرب الي هنا ما جاش باش يفيد لنا فعل ذهب، ما عندناش هنا انا اذهب ابحث، انا سأبحث. اذا المقصود هنا بانني قريبا سأبحث، انا سأبحث بعد لحظات، جو في شيرشي. اذا نتكلم هنا عن، نتكلم هنا عن لو فيتور بروش. طبعا لو فيتور بروش تتكون من لو فيرب الي في البريزون زائد الفعل مراد تصريفه. طبعا هو في الحقيقه ما تتصرفش، تبقى الانفينيتيف، ولكن راه هو اللي مستهدف. هنا تنتكلم على جو في شيرشي، سأبحث. اذا البحث هو موضع الكلام هنا. جو في شيرشي، انا سأبحث دي باني، دي باني كما نقول سلالا، انا سأبحث سلالا، انا سأبحث عن سلال. جو في شيرشي دي باني. اذا كما قلنا ديدي اي فوني باسي لو سامدي اي لو ديمونش على كومبان شي سون كوزان روبير. لو سامدي الى بلو سو مات لو سولاي بغي دو نوفو دون لو سيال بلو. لو سامدي الى بلو سو مات لو سولاي بغي دو نوفو دون لو سيال بلو. روبير سي ريفي دو بونور الى بيل ديدي. دوبو ديدي ريفي توا، جو تيمين دون لي بوا بور شيرشي دي شامبينيون، مي تي غروس شوسيغ، مي تي غروس شوسيغ، اي ان تريكو دو لان، جو في شيرشي دي بانيي. Et voilà nos deux amis dans les bois. Ouah, Omar,
اي فوالا، وها هما كما نقول وها هما على حساب المعنى اللي غيجي من بعد اللي غيجي في الجمله. عرفنا باننا غنتكلموا على نو دو زامي، صديقينا الاثنان، اذا وها هما اي فوالا نو دو زامي، وها هما صديقينا الاثنان دون لي بوا في الغابه. كوم سي اغريابل، كوم سي اغريابل لي ريفري، كم هو جميل، كم هو ملائم او جميل الى غير ذلك. لي ريفري كما نقول جو منعش. اون ديغي كون مارش سيغ ان تابي ملتي كولور روج جون غري مارون سا سون بون لا تيغ اي لي فونوي. اذا اي فوالا نو دو زامي دون لي بوا، وها هما صديقينا الاثنان دون لي بوا في الغابه. كوم سي اغريابل، كوم سي اغريابل، كم هو جميل. لي ريفري الجو منعش، ثم اون ديغي، اون ديغي كون مارش سيغ ان تابي ملتي كولور. اون ديغي كما نقول اننا، يمكننا ان نقول، يمكننا ان نقول، تاتي هكذا. اون ديغي كما نقول يمكننا ان نقول، عندنا لو فيرب دير كونجيغي او كونديسيونيل بريزون. اذا طبعا اون ديغي كما نقول يمكننا ان نقول، ولكن المقصود بهذا الكلام هنا كما لو انه، كما لو انه نتكلم عن جو يشبه شيئا. اون ديغي كما لو انه كون مارش، باننا نسير، باننا نتمشى. كون مارش كما لو اننا نسير او نتمشى سور ان طابي، على سجادين، على زربيه ملتي كولور، ملتي كولور متعدده الالوان، روج جون غري مارون. اذا هناك اللون الاحمر، هناك اللون الاصفر غري، اذا نتكلم عن لون رمادي. مارون كما نقول كاستنائي، نتكلم هنا عن لون بني يميل الى الحمراء. اذا نتكلم عن لون كاستنائي. سا سون بون لا تيغ اي لي فيمي، سا سون بون، ذكرنا هاد العباره سا سون بون لا تيغ، اذا تشم جميلة الارض. اذا الارض هنا تعطي رائحة جميلة، إلي في موي، ثم الأوراق المبللة، كما ذكرنا بأنه كان قبل ذلك ينزل المطر. لي في موي، لي في موي، نقول عن شيء موي يعني أنه مبلل. إي فوالا نو دو زامي دون لي بوا كوم سي أغريابل، لير إفخي، أون ديغي كون مارش سيغ أن تابي ملتي كولور، روج جون غري مارون، سا سون بون لا تيغ. إلي فهمي نستأنف مع هذه الفقرات في الفقرة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.